فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سهى الإمام فقال سمع الله لمن حمده بعد أن رفع من السجود، هل عليه أن يأتي بسجدتين للسهو؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده بعد أن رفع من السجود. نعم، أتى بقول مشروع في غير محله يستحب له السجود، يستحب ولا يجب. نعم.